اخواتي اخواني، السلام عليكم. فين ما كنتو نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونطلبوا من الله انه يدوز لنا هذه الفتره وهذا الشيء هذا بسلام ان شاء الله وبخير وعلى خير يا ربي. فدائما في اطار اننا نبقاو ايجابيين واننا نستغلوا هذه الفرصه ديال الحجر الصحي بشكل ايجابي. فاليوم بغيت نعطيكم بعض النقط فيما يخص الناس اللي بغاو يتخلصوا من السموم او اللي بغاو يغتنموا هذه الفرصه هذه باش يديروا واحد العمليه ديال التخلص من السموم ولا ديال تنقيه الجسم ولا ديال الديتوكس. طبيعي الحال حنا جالسين الان في البيوت ديالنا، كلشي عندنا يعني عندنا الوقت باش اننا نديرو داكشي اللي بغينا، سواء في الجانب الحركي ديالنا ولا في الجانب الغذائي ديالنا. لهذا فغنحاول نعطيكم بعض النقط ببساطه وبعجاله بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو في هذا الاتجاه هذا واللي بغاو يمشيو في هذا الجانب ديال ينقيو الجسم ديالهم في هذه الفتره هذه. اول نقطه غنبغي نعطيكم واول نقطه مهمه، بما ان الحركه ديالنا ناقصه بزاف، بما ان خصوصا الناس اللي ما تيتحركوش اللي ما عندهمش فين يديروا الرياضه وفين يديروا الحركه، تنبغي نقول لكم حاولوا ما امكن تنقصوا من عدد الوجبات، لان ملي ما تناكلش الجهاز الهضمي ديالي تيبقى خاوي، الجسم ما تيبقاش مركز مع الجهاز الهضمي، تيولي مركز مع امور اخرى اللي هي عمليه التنقيه. ملي تناكل وتيكون الجهاز الهضمي عامر، الجسم تيمشي فقط وتيبقى مركز مع الجهاز الهضمي. فهذه القاعده الاولى، شحال ما بعدت ما بين الوجبات شحال ما مزيان. الناس اللي قادرين يصوموا يصوموا، والناس اللي ما قادرينش يصوموا قادر مثلا يبغى يشرب غير الماء يشرب غير الماء، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو كيف ما بغى يدير. اللي ما قادرش ممكن انه يفطر شويه بكري مثلا مع 9 8 9 10، ولكن ما يعاود ياكل حتى 8. الا كلا في النهار ما ياكلش شي حاجه اللي غتخلي لنا دي ديشي في لوكور ديالنا. ممكن اننا ناكلو فقط خضر مثلا، الشلاضه ديال الخضره مثلا هي اللي غادي ناخذ باش نجيب الياف الغذائيه اللي تتساعدني حتى هي باش تنقي لي الجهاز الهضمي ديالي. هذه النقطه الاولى، دونك بعد ما بين الوجبات. النقطه الثانيه هي باش قلت دابا اننا نرفعوا من القيمه ومن الكميه ديال الالياف، نتناولوا كميه كبيره من الخضر وكذلك شويه من الفواكه. الفواكه ما تبغيش نركز عليها لان فيها سكريات، وحنا دابا الان واخا حنا محتاجين طاقه بطبيعه الحال شيئا ما، ولكن الناس اللي ما تيتحركوش ما يكثروش بزاف من الفواكه. ناخذوا واحد جوج ثلاثه ديال الفواكه في اليوم ولا اربعه ديال الفواكه ماشي مشكل. الفواكه كلها مزيانه لان فيها الالياف الغذائيه، فيها ماده البوتاسيوم، ماده البوتاسيوم تتساعدني باش نتخلص من السموم. دونك الالياف الغذائيه شنو هي؟ هي النخاله مثلا. الا عندي النخاله في الدار نقدر نشرب الصباح معلقه النخاله مع كاس ديال الماء، اولا نقرص فيها الخبز. علاش؟ لان النخاله عامره بالبوتاسيوم وعامره بالالياف الغذائيه تتساعدني باش نتخلص من السموم وباش انني نقي الجهاز الهضمي. وتنقيه الجهاز الهضمي مساله اللي هي مهمه وضروريه. علاش؟ لان كلشي تيدوز من الجهاز الهضمي. الا كان الجهاز الهضمي ديالي نقي راه غنستافد من هذيك الماكله اللي غندخل، الا ما كانش الجهاز الهضمي ديالي نقي راه ما غنستافدش من هذيك الماكله اللي غادي ندخل. لهذا فنحاول بما كما قلت لكم عندنا الوقت ما تنديروش شي مجهود بدني اللي هو كبير باش غادي نعياو باش غنحتاجوا لطاقه كبيره، تنضرب بطبيعه الحال مع الناس اللي جالسين في البيوت ديالهم، فنغتنموا هذه الفرصه هذه. قلت النقطه الاولى نبعدوا من الوجبات، النقطه الثانيه اننا نكثروا من تناول الالياف الغذائيه، النقطه الثالثه اننا نبقاو نباتيين بواحد النسبه كبيره جدا. علاش؟ لان كل ما هو نباتي غني بالفيتامينات، غني بالاملاح المعدنيه، غني بمضادات الاكسده، غني بالالياف الغذائيه وقليل السعرات الحراريه. ما تنجيبوش سعرات حراريه كثيره، وبالتالي الجسم ما تضيعش وقت كبير في عمليه الهضم. ملي تنقول نبقاو نباتيين ما معنى؟ اننا مثلا في الغداء غندير العدس، انني مثلا في العشاء غندير واحد الصوبه ديال الخضره ولا غندير حسوه، لا غد لي مثلا غندير طاجين ديال الخضره، نديرو طاجين ماشي مشكل، ولكن ما غنديرش فيه اللحم، غنبقى نباتي. واحد الطاجين اللي هو 100% فيه غير الخضر مثلا. علاش نبقاو نباتيين؟ لان الاغلبيه ديال السموم تتجينا من بعض الاغذيه الحيوانيه. شحال ما بقينا نباتيين في هذيك الفتره، وكل واحد يدير الفتره اللي قد، نقدر ندير يومين، نقدر ندير ثلاث ايام، نقدر ندير ربع ايام، كل واحد يدير يقول مثلا انا هاد اليومين ولا ثلاث ايام غندير هاد العمليه ديال التنقيه. شحال ما مشيت في هذا الجانب شحال ما مزيان. الا بغيت شي حاجه حلوه دائما تنقول لكم سيروا فيغ جوج تمرات ولا ثلاثه ولا جوج شريحات. التمر كذلك حتى هو غني بالالياف الغذائيه وتساعدني باش نتخلص من السموم. والنقطه اخرى اللي هي مهمه، شرب الماء جوج يترو ولا جوج يترو نصف النهار، ونشربوا اتاي حتى هو الا بغينا نشربوه، ولكن بلا سكر. اتاي يكون بلا سكر. علاش؟ باش نتخلص من السموم. طبيعة الحال تنعرفوا بان السكريات البيضاء هي عباره كلها عن سموم، فاتاي عامر بمضادات الاكسده حتى هو تساعدني باش انني نجدد الخلايا في الجسم ديالي وانني نتخلص من السموم، ولكن يكون بلا سكر. ف
نتمنى انكم تحترموا هذه القواعد الرئيسيه اللي ذكرت الان. هي قواعد بسيطه، انا حاولت نبسطها ما امكن وتنظن انها سهله، وكل واحد يدير على الجهد ديالو علاش قد باش اننا نغتنموا هذه الفرصه ونبقاو ايجابيين ونتخلصوا من السموم ديالنا. وما تنساوش الله يجازيكم بخير، بقاو في البيوت ديالكم، غسلوا يديكم مزيان، وان شاء الله غادي نتجاوزوا هذه المرحله هذه بخير وعلى خير، والله يوفق الجميع والله يسهل الامور. موعدنا ان شاء الله في مره اخرى حاجه اخرى.